51 عاماً مرت على لحظة العبور للنصر، لحظة حصد فيها الشعب المصري وجيشه الباسل ثمار سنوات صعاب كان عنوانها سنعد العدة وبعون الله سنحقق النصر. وأعدت بلادنا ما استطاعت من كل أشكال القوة وحققت نصراً مبيناً بفضل إرادة قوية وعزم لم ولن يلين. فمنذ يونيو 1967 هذا التاريخ الذي يمثل لحظة فارقة في التاريخ المصري وشرارة البدء لتظهر القوة الكامنة في جسد مصر، قوة التلاحم بين الشعب وجيشه، بين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها. منذ هذا التاريخ وحتى أكتوبر 1973 كانت خطة الإعداد لاسترداد الأرض بكل جوانبها العسكرية والسياسية والاقتصادية والشعبية، خطة دامت واستمرت ليومنا هذا جيلاً بعد جيل وإن اختلفت أبعادها، ليبقى الهدف واحداً: جيشاً قوياً أمام كل التهديدات وشعباً أبياً خلف جيشه في وجه كل التحديات، ووطناً عصياً على كل معتد مهما اختلفت الطرق والمحاولات.